قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تطلق الروح على أمر الله لقوله سبحانه فنفخنا فيه من روحنا؟ الروح المخلوقة، عيسى عليه السلام نفخ فيه من الروح المخلوقة، نفخ فيه من الروح المخلوقة، لا كما يقولون من روحنا أنه بعض من الله وأنه جزء من الله. أرواح المخلوقين كلهم مخلوق، عيسى وغيره. نعم.